بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني عمرو وادي أن أكون معكم في اللقاء الثامن في الجزء الثاني من اللقاء الثامن. إن شاء الله نتكلم عن المراقبة الإلكترونية في القانون الألماني. تمام، وزي ما إحنا قلنا إن القانون الألماني الإجراءات الجنائية في القانون الألماني بيتم تقسيم الدعوة الجنائية لثلاث مراحل، هي مرحلة الإجراءات الأولية أو التمهيدية واللي الإجراءات التحقيق فيها بتتم يعني، والمرحلة الثانية اللي هي الإجراءات الوسيطة طبعا يعني على أساس إن إجراءات حالة الدعوة إلى المحكمة لنظرها، زي ما إحنا قلنا لابد أن يصدر قرار من محكمة الموضوع بحالة الدعوة بتحديد جلسة يعني للمحكمة الجنائية. المرحلة الثالثة بقى الإجراءات الأساسية اللي بتتضمن إجراءات المحاكمة ذات نفسها والطعن بعد كده على الأحكام اللي بتصدر. يبقى عندنا ثلاث مراحل. النيابة العامة قلنا اللي هي سلطة التحقيق الابتدائي في الدعوة الجنائية، وبيعاونها برضه بعض المحققين من أفراد الشرطة. وطبعا زي ما احنا قلنا ان الاوامر الماسه بالحريه والمال لابد ان يصدر بها قرار من القاضي. طبعا وبرضه في برضه بيحصل استثناءات برضه في حاله الخشيه من ضياع الدليل، او بعض الحالات اللي بيجوز فيها صدور الامر من النيابه، ده على سبيل الاستثناء طبعا، وعلى اساس ان لابد بقى من عرض الامر بعد كده على المحكمه لاقراره في خلال مده معينه، مده يبقى 3 ايام عمل يعني من بدايه العمل يعني. النظام الاجرائي الالماني زي ما احنا قلنا بيتصف بالرقابه القضائيه الشديده على الاجراءات الجنائيه، على اساس ان الدستور الالماني كان زي ما احنا قلنا طبعا بيحتوي على نصوص كثيره من الاجراءات اللي بينص على التشريعات المقارنه، ومنها التشريع الالماني. كانت المحكمه الدستوريه العليا كانت يعني جابت لنا بعض المبادئ اللي بتتصل بموضوع المراقبه الالكترونيه، وده اللي احنا شفناه في موضوع التتبع وموضوع التفتيش على الهاتف المحمول. هنتكلم بقى عن التنظيم التشريعي للمراقبه الالكترونيه في القانون الالماني ذات نفسه. المشرع الالماني ذات نفسه كان يعني قرر لنا 4 انواع من المراقبه الالكترونيه. النوع الاول هو مراقبه الاتصالات، وده كان بيتضمن الهواتف المحموله اللي هي الثابته والهواتف اللي هي الثابته والهواتف المحموله والبريد الالكتروني والفاكسات والاتصالات الهاتفيه من خلال شبكه الانترنت. النوع الثاني كان المراقبه السمعيه على اساس الاحاديث اللي بتجرى داخل المساجد. النوع الثالث المراقبه السمعيه للاحاديث اللي بتجرى خارج المساجد ذات نفسها. النوع الاخير بقى والرابع اللي هو كان المراقبه اللي بتجري يعني خارج المساكن، وبيتضمن برضه تصوير فوتوغرافي اللي هو عن طريق الفيديو والصور الملتقطه بالاقمار الصناعيه. وزي ما احنا شفنا ان المراقبه لاجهزه النداء واجهزه الرؤيه الليليه طبعا، وكانوا بيستخدموا اجهزه التتبع ونظام تحديد المواقع اللي هو الجي بي اس، ما كانش بيدخل في النوع الرابع اللي احنا اتكلمنا عنه، عن على اساس ان هو بيتم خارج المسكن ذات نفسه عن طريق التصوير من خلال الفيديو او بعض التقاط الاصوار عن الصور عن طريق الاقمار الصناعيه. وزي ما احنا شفنا ان بعض الاحاديث اللي كانت بتجرى خارج المسكن ما كانتش بتندرج في النوع الاول من النوع المراقبه اللي بتتم على اساس المراقبه السمعيه خارج اللي بتجرى يعني داخل المساكن او في المسكن نفسه. وكان عندنا المشرع الالماني كان نص على ان المراقبه بالفيديو لمده طويله يعني مدة تزيد على 2 يوم، كان لابد ان المراقبة دي بتكون تامة وبتغطي يعني كافة جوانب حياة الشخص الجاني او المشتبه فيه، وكانت محظورة على اساس مبدأ التناسب بين الاجراء وبين الاجراء المراد تنفيذه زي التنصب او تفتيش المسكن ذات نفسه، وده كان مبدأ طبعا منصوص عليه في الدستور الالماني زي ما احنا كلنا عارفين. وكان عندنا برضو بعض الضوابط العامة للمراقبة الإلكترونية في القانون الألماني اللي كانت بتنص على أنواع مراقبة إلكترونية، وكانت الأنواع المراقبة الإلكترونية طبعا دي بتختلف من حيث يعني شدة مساسها بالحرية الشخصية، زي التنصب على الأحاديث الشخصية اللي بتجري داخل المساجد زي ما احنا شفنا، وده كان يعتبر أشد صور المساس بالحرية الشخصية. وكان بعدها بيجي بقى مراقبه الاتصالات، وبعد كده المراقبه خارج المساكن زي ما احنا قلنا عن طريق الاقمار الصناعيه او تصوير الفيلم. المشرع الالماني كان وضع خطه بتفرق بين المراقبه داخل المساكن والمراقبه خارج المساكن. المراقبه داخل المساكن كانت لها اهميه كبيره طبعا، على اساس ان هو كان
دي قال لنا طبعا اللي هي النظريه المشهوره عندنا اللي وضعها القضاء الامريكي اللي هي نظريه الدوائر، وده هنشوفها ان شاء الله حالا باذن الله. وكانت المشرع الالماني كان بيفرق بين مراقبه المساكن بضوابط وشروط خاصه طبعا، ولكن كان في شروط عامه طبعا كانت بتسري على انواع المربى اللي نص عليها المشرع الالماني، زي نص الماده 100 الف من قانون الاجراءات الجنائيه، وكان النص عنوانه مراقبه الاتصالات. وضوابط المراقبه دي كانت على اساس ان هي بتتم داخل المساكن في القانون الالماني. وهنتكلم بقى عن الضوابط المراقبه الالكترونيه في القانون الالماني، وهنتكلم عن ارتكاب جريمه تتصف بالجسامه او الشروع في ارتكابها. ده أول ضابط عندنا، لابد إن الجريمة بتتصل بالجسامة أو يعني الجاني قام بالشراء في ارتكاب الجريمة بناء على بعض النشاط الإجرامي. المشرع الألماني كان يعني أوجب إن لابد إن الجريمة اللي هو المشتبه فيها الجاني أو الشخص المشتبه فيه أو الجاني ذات نفسه لابد إنها كانت تتصل بالجسامة زي ما إحنا قلنا، وبعض الجرائم البسيطة ما كانش ينفع ان انا اتخذ الاجراء الخاص ب الاجراء المتخذ وفقا لجسامه الجريمه نفسها. المشرع الالماني كان نص في الفقره الاولى من الماده 100 الف على اساس وضع ضابطين لجسامه الجريمه. الضابط الاول ان الجرائم ديت لابد ان ينص على سبب الحصر. الشرع الالماني كان برضو كان اعتبر يعني معيار جسامه الجريمه على اساس ان هي لها يعني خصوصيه خاصه. كان في ضابط ثاني على اساس ان الجريمه طبعا بتتصف بالجسامه بصوره فرديه. الضابط ده كان بيعتبر جهات التحقيق لابد لها انها تراقب المحكمه اصدار الاوامر الخاصه بالمراقبه اللي هي بيتوفر فيها الجسامه دي، على اساس ان الضابط الخاص بالجرائم شهاده الجسامه ديت اللي كان نص عليها القانون واعتبرها ان هي جرائم جسيمه. طب زي ما احنا قلنا لابد ينص عليها المشرع بصفه خاصه، يعني المشرع الالماني كان نص عليها لسبب الحصر وما كانش يجوز القياس فيها يعني، او ان احنا بنضيف اليها يعني على اساس انها جرائم بتمس السلم العام والخيانه العظمى والتهديد بالمساس بالدوله القانونيه، وعلى اساس برضه بعض الجرائم زي الرشوه وتزييف النقود والجرائم الماسه بالحريه الجنسيه وحيازه وترويج وبعض المطبوعات مطبوعات اللي هي الفضائح لطفل او قاصر، يعني زي الجرائم برضه القتل العمد والضرب المفضي للموت والجرائم الماسه بالحريه الشخصيه، على اساس برضه بعض الجرائم والسرقات واللي هي جرائم السرقه للقاه واغتصاب الاموال وجرائم غسل الاموال واخفاء الاصول المتحصل عليها بطريقه غير مشروعه. وبناء عليه برضه كانت بعض الجرائم نص عليها في البند الثاني من الماده 100 والماده 100 برضه من قانون الاجراءات الجنائيه فقره A وفقره C، كان بينص على بعض الجرائم زي جرائم اللي هي الخاصه بالتهريب الضريبي والقانون الجنائي الدولي وجرائم الاباده الجماعيه والجنايات الماسه بالانسانيه وجرائم الحرب وجرائم العدوان وبرضه بعض الجرائم الخاصه بقانون الاسلحه وقانون المخدرات وقانون تهريب الاجانب. وعلى اساس برضه توافر الشبهه المستنده لوقائع محدده بارتكاب جريمه اللي احنا قلناهم دومت، المشرع الالماني كان اشترط توافر وقائع محدده، بيشترط عليها قيام شبهه بان شخص معين مثلا على اسمه فاعل او شريك ارتكب جريمه من الجرائم تتصف بالجسامه، وان المشرع الالماني نص برضه على بعض الجرائم في حالات يكون الشروع فيها برضه معاقب عليه، يعني اذا كانت الجريمه تامه او جريمه معاقب عليها بالشروع في الجريمه ذات نفسه، على اساس ان جريمه من الجرائم اذا لم يكن الشخص طبعا موضوع المراقبه الالكترونيه طبعا له صفه فيها في كفاعل او شريك، يعني اذا كان الاجراء المطلوب من سلطات التحقيق يعني غير جائز. ما كانش بيجوز برضه اتخاذ الاجراء الا ضد المتهم او الشخص ذات نفسه على اساس توافر برضه وقائع ماديه. زي رساله مثلا تسلمها المتهم طبعا او وجهت اليه رساله معينه او المتهم ذات نفسه بيستخدم وصله الهاتف او نظام تقنيه المعلومات اللي هو عن طريق الاتصال بشبكه الانترنت، وده نص عليه في الماده 100 الف في فقره 3. هنتكلم برضو بعد عن صعوبة بقى وعدم جدول الاستناد لطرق الإثبات الأخرى اللي نص عليها الشارع الألماني، كان
برضه بيشترط شرط مهم للمرض القرنيه، على برضه بالاضافه لشرط الجسامه الفعل المنسوب للمتهم، ان يكون برضه استجلال وقع او التحقق من اماكن تواجد المتهم باستعمال الطرق الاخرى لابد ان هو يتصف بصعوبه او عدم الجدوى يعني في التحصل على الدليل في الاثبات الجنائي. القاضي الجنائي هنا برضو عند اصداره برضو للامر بالمراقبه الالكترونيه لابد ان هو يتحقق ان الوسائل العاديه مش مجديه وغير كافيه لضبط الجريمه ذات نفسها، ولابد على القاضي ان هو يطبق مبدا التناسب في الاجراء زي ما قلنا الاجراء الواجب اتخاذه وبين الجريمه اللي بيتم التحقيق عن طريق سلطات التحقيق اللي هو زي ما احنا قلنا في النيابه العامه ومعاونيها من رجال الشرطه. وكان بيشهد قانون الاجراءات الجنائيه ان القاضي التحقيق لابد ان هو يوفق يعني بين مطابقه العمل للقانون يعني وبين التناسب مع المساس بحريه المتهم ذات نفسه يعني حق الدوله في العقاب والحق في المساس في الحريه الشخصيه للانسان اللي هو الشخص الجاني او المشتبه به. وزي ما احنا قلنا ان الاجراءات الماسه بالحريه لابد ان هي بتتناسب مع الجريمه اللي هي الاجراء المتخذ فيها يعني اللي هو الحبس مثلا او صدور امر بالقبض او التفتيش لابد يتناسب بالاجراء المتخذ من القاضي على اساس ان الطلب ده النيابه العامه تطلبه من القاضي بالمراقبه الالكترونيه لابد ان هو بيمتد برضه لان قاضي التحقيق لابد من توافر تناسب بين الاجراء المتخذ نفسه وبين الجريمه اللي هي تمت على اساس اللي هو مبدا التناسب على اساس مبدا دستوري معروف في القانون الاجراءات الالمانيه. وبرضه لابد ان هو يساوي بين الوسيله مع الغرض المقصود من الاجراءات نفسها، الوسيله المستخدمه زي التنصب مثلا من خلال الهاتف المحمول او الاجهزه العاديه استخدم مثلا جهاز عادل التنصت، ولابد ان هو يوفق بين ان الاجهزه العاديه ديت ما تسمحش لرجل الشرطه او لمامور ضبط القضاء ان هو يتحصل على المعلومات او البيانات من خلال الهاتف المحمول. وكان برضو عندنا جواز الدخول بقى في نظام المعلومات الخاص بالشخص موضوع مراقبه نفسه. كان تعبير الاتصالات بيتوسع في استخدام المشرع الالماني لكافه المحادثات والرسائل النصيه والصوتيه، وكان بيجب المراقبه من خلال المساكن اللي هي لا تجوز الا عن طريق السمع بس، والمراقبه بالصوره دي طبعا ما كانتش تجوز يعني داخل المسكن نفسه الا برضه في اطار معين طبعا، وكان بيجوز طبعا ان تتم المراقبه وتسجيل الاتصالات باستخدام وسائل تقنيه على اساس الدخول في نظام المعلومات للشخص اللي هو موضوع تحت المراقبه ذات نفسه. وكان من الضروري طبعا اجراء المراقبه او التسجيل اجراء محتويات او برضه بعض الاتصالات المخزنه في نظام تقنيه المعلومات الخاصه بالشخص المراقب ذات نفسه عن طريق مثلا اللي هي الشركات المؤديه للخدمه اللي هي شركات الاتصالات ذات نفسها. وهنتكلم بقى عن المراقبه السمعيه خارج المسكن. المشرع الالماني كان اجاز بقى ان يتم المراقبه التنصت على بعض المحادثات وتسجيلها بوسائل فنيه على اساس ان هي مش علنيه خارج المسكن يعني، وكان بيشترط توافر الشبهه مثلا على قيام وقائع محدده لابد يعني يبقى في جريمه مثلا مشتبه فيها شخص معين بصفته بقى فاعل او شريك في ارتكاب الجريمه ديت، وده اللي كان نص عليه في الماده 100 الف في الفقره الثانيه. على اساس برضه بعض الحالات الفرديه على اساس برضه ارتكاب مشتبه به جريمه تتصف بالجسامه او الشروع في الجريمه نفسها، وكان بعض الحالات اللي بيشترط فيها الشروع معاقب عليها على اساس ان الوقع او التحقيق طبعا في اماكن تواجد المتهم باستعمال طرق اخرى بتتصف بصعوبه كبيره يعني على اساس ما ينفعش استخدم الادوات العاديه او الوسائل العاديه في التنصت او المراقبه. وكان بيجب ان الاجراء ده يكون موجه ضد شخص معين وما كانش يجيز الامر بالاجراء على اساس لابد من توافر بسبب بيستند الى بعض الوقائع المحدده ان الشخص المشتبه به طبعا على اساس ان هو فاعل اصلي او شريك. وكان بيجب اتخاذ الاجراء بهدف التحقيق في وقائع وبرضو عشان نتعرف على اماكن تواجد المتهم او عدم تواجده على مسرح احداث الجريمه، ولابد ان هو يتحقق من الهدف بالوسائل الاخرى ان هي مش مجديه في الوصول للتحصل على المعلومات، وكانت من الصعوبه بمكان ان هو يتحصل على تلك المعلومات. وهنتكلم بقى عن التقاط الصور خارج المسجد.
المشرع الالماني طبعا زي ما احنا عارفين احاط المسكن بحمايه قويه، وطبعا ما كانش بيجيز الدخول او المراقبه السمعيه الا ان المحكمه الدستوريه الالمانيه طبعا حددت لنا دوائر داخل المسكن ما بيجوز القيام باي نوع من انواع المراقبه زي ما احنا قلنا وفقا نص الماده 100 ه اللي كانت بتنص على ان الاجراءات الاخرى التي يجوز اتخاذها خارج نطاق المسكن. المشرع الالماني كان اجاز بموجب النص طبعا على اساس ان هو بيحدد نطاق المساكن اللي بيجوز فيها يعني المراقبه وبدون موافقه الشخص اجراءين الامر هو بالتقاط صور او استعمال وسائل فنيه تقنيه يعني متخصصه للمراقبه يعني، وان يكون الغرض من المراقبه يعني هو يكشف عن بعض الحقائق او تواجد المتهم او عدم تواجده على مسرح احداث الجريمه، ولابد ان الادوات العاديه اللي هي من الصعوبه ان هي تحصل على تلك المعلومات على اساس ان هي طريق من طرق الاثبات. وكان عندنا بقى الاجراء ده كان جائز على اساس ان الغرض منه اللي هو المجرم دوت كان بالفعل اللي قام به بيتصف بجسامه كبيره طبعا على اساس ان هو فاعل او شريك في بعض الجرائم، وان الاجراء دوت لابد ان هو يكون موجه ضد شخص المتهم اللي هو مشتبه به او الجاني ذات نفسه، على اساس ان هو يجب للامر بالتقاط الصور ان يكون الغرض من المراقبه ان هو كشف حقيقه معينه او تواجد متهم او عدم تواجد المتهم على مسرح احداث الجريمه، وما كانش يعني يجوز استخدام الوسائل العاديه، وفي الحاله ديت يجوز استخدام التقنيه والوسائل الحديثه في المراقبه واستخدام الوسائل التقنيه الحديثه في المراقبه ضد الشخص المتهم اللي المشرع كان بيشترط توافر وجود السبب اللي احنا قلنا عليه، وبرضه توافر وجود برضه بعض الوقائع على وجود صله بين قيام المتهم ده بصفته فاعل او شريك، وان الهدف من الاجراء لابد ان احنا نعرف اذا كان المتهم ده متواجد في مسرح احداث الجريمه او عدم تواجده في مسرح احداث الجريمه، وان الوسائل العاديه كان من الصعب استخدامها. المشرع الالماني كان تشدد في حاله استعمال وسائل التقنيه الحديثه في المراقبه على اساس وجهين، الوجه الاول كان بيوجب يعني توافر صله بين الشخص زي ما احنا قلنا وبين الصله على وجود وقائع محدده بارتكاب الشخص لبعض الجرائم او الشروع في ارتكاب بعض الجرائم. كان الوجه الثاني كان بيرى لابد من توافر عدم جدول لجوء للطرق الاثبات الاخرى يعني اللي هي الطرق التقليديه في الاثبات، وان المشرع الالماني يستخدم التقاط الصور طبعا على اساس يعني ان خطه المشرع الالماني كانت بتوجب اللجوء للاجراء في حاله توافر صله بين المتهم على اساس ان هو متهم او شريك في جريمه معينه. وهنتكلم بقى عن واجبات مقدمي خدمه الاتصال، ان المشرع الالماني كان برضه يعني لابد من صدور امر بالمراقبه وتسجيلات الاتصالات على اساس مقدمي الخدمات اللي هي شركات الاتصالات يعني ان هم لابد من ان صدور امر من المحكمه او من النيابه العامه في بعض الحالات الاستثنائيه اللي نص عليها الماده 152 من قانون نظام القضاء الالماني. على اساس برضه الحصول على المعلومات وما يكونش في تاخير او لابد من تطلب الامر اتخاذ برضه بعض التدابير الاحتياطيه على اساس برضه ان قانون الاتصالات كان بيستلزم الحصول على امر بالمراقبه. هنتكلم بقى عن السلطه اصدار الامر بالمراقبه ومدته، يعني السلطه المختصه باصدار امتى بقى يصدر الامر بالمراقبه ومده الايه الامر الصادر بالمراقبه. كان عندنا النيابه العامه زي ما احنا عارفين هي المختصه باصدار الامر على اساس ان هي سلطه التحقيق الابتدائي، وكان بيساعدها برضه رجال الشرطه. على اساس برضو ان وكيل النيابه اللي هو بيطلب تحقيق طبعا بنفسه او عن طريق برضو رجال الشرطه المعاونين، كانت برضو بيتوقف على نوع الجريمه ذات نفسها، يعني اذا كانت الجريمه بتتسم بجسامه معينه كانت النيابه العامه ذات نفسها بتقوم بالتحقيق في الواقع، او اذا كانت الجريمه بسيطه مثلا كانت بتطلب الامر لرجال الشرطه. برضه كان رجال الشرطه برضه بتقوم برضه ببعض التحقيقات على اساس ان الشرطه في النظام الالماني طبعا بتكون مساعده للنيابه العامه، واجراءات التحقيق لابد ان هي تقوم بها النيابه بنفسها في حاله برضه بعض الجرائم اللي هي بتتسم بالخطوره الشديده زي ما احنا قلنا، وكان لابد من عرض الامر الخاص بالامر المسه بالحريه على قاضي التحقيق.
زي ما احنا قلنا ان الشروط التحقيق تلاقي في القانون الالماني كانت بتقوم بها النيابه العامه، وكان لابد من صدور الامر من قاضي التحقيق، الامر المسه بالحريه الشخصيه زي الاوامر الصادره بالتنصت والمراقبه على بعض المشتبه به. الامر بالمراقبه لابد ان هو يصدر طبعا بناء على طلب من النيابه العامه المحكمه، يعني لابد ان تتقدم النيابه العامه بطلب من النيابه العامه، ده كان على اساس وفقا لنص الماده 100 الفقره ايه، ولابد ان الامر ده يكون محدد المده. القانون الالماني حددها بثلاث اشهر على الاقصر، يعني ما كانش برضو ما بيجوزش مدها لاكثر من ثلاث اشهر اخرى، على اساس برضو اذا توفرت بعض الشروط اللي يعني بتدعو الى مد الامر كان لابد من توافر اعتبارات بتفيد في التحقيق الجاري امام النيابه العامه. ولكن برضو كان ما يشترطش برضو الامر بصدوره من القضاء، وزي ما احنا قلنا على سبيل الاستثناء كان يشترط يعني ممكن الامر يصدر من النيابه العامه على اساس برضو الخشيه من التاخير برضو او هرب المتهم خارج البلاد. زي ما احنا قلنا كان علشان اقوم بانهاء بقى اجراء المراقبه كان لابد ان هو ما يتاخرش الشخص القائم بالاجراء، وكان لابد ان المحكمه يعني تقوم بتأييد الامر الصادر من النيابه العامه في حاله استثنائيه زي ما احنا قلنا، على اساس ان الاجراء دوت مختص بالمحكمه او لابد ان يصدر من قاضي. تمام، زي ما احنا قلنا ان الامر الصادر بالتفتيش عن بعد او المراقبه السمعيه للمساكن كان المشرع المانع حاطه طبعا بضمانات كبيره ولابد ان هو يصدر من المحكمه، وكان تنفيذ الامر طبعا اشترط برضو شروط يعني قويه على اساس ان الامر بيصدر من المحكمه وان الامر الصادر بانهاء الاجراء نفسه ما كانش يشترط ان هو يكون مسبوق من صادر من النيابه عامه، يعني على اساس ان الامر بانهاء الاجراء نفسه وفقا للماده 100 كان يجوز اتخاذه من رئيس الدائره اللي هي اصدرته، على اساس ان هو القائم طبعا في الاساس باصدار الامر، يعني المحكمه المختصه هنا اللي هي اصدرت الامر بناء على طلب من النيابه العامه. لابد ان احنا نعرف ان القاضي عشان يصدر امر لابد ان هو المحكمه العامه تقوم بطلب الى المحكمه ذات نفسها. هنتكلم بقى عن اثر توافر الخشيه من التاخير. زي ما احنا عارفين ان المشرع الالماني كان اجاز النيابه العامه ان هي تتخذ بعض الاجراءات الماسه للحريه الشخصيه على سبيل الاستثناء ودون الحصول على موافقه من المحكمه اللي هو القاضي المختص، يعني في حاله وجود خطر من التاخير اللي هو خشيه من التاخير ذات نفسه، في حاله مثلا هروب متهم خارج البلاد او الدليل ذات نفسه بيفسد. طبعا زي ما احنا قلنا ان اجراء مراقبه الاتصالات وتفتيش الاجهزه الالكترونيه عن بعد كان المشرع الالماني اشترط ان تتخذ اجراءات من النيابه العامه في حاله وجود خطر من التاخير ذات نفسه، على اساس ان الاجراء ده يشترط صدوره من قاضي التحقيق وبناء على طلب النيابه العامه. ولابد ان هو يصدر تأييد قضائي بعد كده خلال مده معينه كان محددها القانون بثلاث ايام. وان كان عندنا في نص الماده 100 ايه الفقره الاولى كانت نص على انه يجوز في حاله الخشيه من التاخير ان يتم اصدار الامر من النيابه العامه، وده على سبيل الاستثناء طبعا. واذا لم يعرض الامر الصادر من النيابه على المده خلال 3 ايام عمل لاقراره كان بيفقد قوته، يعني يعتبر باطل يعني. طبعا في حاله بقى النيابه العامه تقوم باصدار امر بالمراقبه وتسجيل المحادثات كان بيجب عرض الامر على القاضي خلال المده الثلاث ايام على اساس ان هو يقر الاجراء دوت، وكان ما يجوز بقى ان تمتد المراقبه لاكثر من 3 اشهر، وكان بيجوز مد المراقبه بذات الشهور لمده مماثله. وان المشرع الالماني كان استثنى المراقبه السمعيه داخل المساكن وكان اشترط ان هي ما تزيدش عن شهر واحد. وهنتكلم بقى عن مدى جواز استخدام البيانات اللي تم الحصول عليها في اعراض اخرى. الامر الصادر بالمراقبه الالكترونيه زي ما احنا قلنا كان بينتج عنه بيانات كان بيبقى لها اهميه في الاثبات، ولكن بقى المشرع الالماني كان اجاز الامر باستخدام البيانات دي في حالتين. الحاله الاولى ان البيانات دي تستخدم بدون موافقه الشخص نفسه اللي هو محل المراقبه في بعض الاجراءات على اساس انها بتتعلق بتحقيق جنائي، وبرضو على اساس ان الشخص ده كان متواجد في مصر احداث جريمه معينه
كان عندنا الحالة التانية إن البدل بتستخدم بدون موافقة الشخص أصلا، وكان بغرض يعني إن هو إن في خطر بيهدد الشخص نفسه أو حرية الشخص، وكان طبعا ده بيهدد مثلا القائم بالضبط ذات نفسه اللي هو مأمور الضبط القضائي. وكان في الحالة دي بيجوز استخدام البيانات دي على أساس إن هو بيقوم بضبط الخطر اللي هو القائم بمأمور الضبط القضائي، تمام؟ أو برضه بيقوم على أساس برضه إن هو يحافظ على الأصول المالية للدولة ذات نفسها في حالة مثلا قيام برضه بعض المتهمين بالهرب بالأموال المختلسة من الدولة. وهنتكلم بقى عن تسبيب الامر بالمراقبه ذات نفسه. لابد يصدر امر، الامر الصادر بالمراقبه دوت يكون مسبب. المشرع الالماني كان اشترط ان الاوامر المراقبه الالكترونيه لابد انها تصدر كتابه، وكان لابد ان هي تصدر في شكل رسمي، يعني بيحدد بيانات برضه معينه لاسم المتهم وعنوانه والمكان اللي هو محل المراقبه، ولابد ان الاجراء دوت بيتحدد لمده معينه زي ما احنا قلنا، على اساس ان لابد ان يذكر مثلا رقم الهاتف بتاع الشخص اللي هو موضوع تحت المراقبه، وبرده كان لابد ان هو الطرف الاخر في اتصال بالمأمورية بمراقبته، وكان بيجوز التدخل في بعض النظم تقنيات المعلومات على اساس ان احنا نحدد هويه الشخص الموضوع تحت المراقبه، او التفتيش عن بعد. وكان لابد ان هو يعني يذكر نظام تقنيه المعلومات المحدده والتعرف على البيانات المتحصل منها، على اساس ان المراقبه السمعيه في المساكن يجب ان هي يعني ما تطولش غرف المسكن ذات نفسه. هنتكلم بقى عن المراقبه الالكترونيه داخل المساكن ذات نفسها. زي ما احنا عارفين ان المساكن حرمه في المجتمع الالماني، وكان طبعا لابد ان هي الشخص العادي ان هو يباشر حريته في امن، ولابد ان هو ان المسكن ده يعتبر مستودع للسر على اساس حرمه الحياه الخاصه، وزي ما احنا قلنا ده طبعا من الحقوق والحريات الوثيقه الصله بالانسان. المراقبة الإلكترونية داخل المساكن في القانون الألماني زي ما احنا قلنا ان الدستور الألماني دستور مرن. طبعا يعني كان يجوز تعديله كان نتيجة امرين. الامر الاول ان الدستور الألماني كان برضو افرض بعض النصوص لاستخدام الوسائل الفنية الحديثة في الاثبات الجنائي. النتيجة الثانية ان الدستور الألماني طبعا تم تعديله اكتر من مرة زي ما احنا شايفين، وعلى اساس ان هو يقوم بتعديل وسائل الاثبات الفنية والمراقبة. كان